شباب الكم. بدري عليك. شوت يا عيال، راسي صداع يا ابوي، رجت امنا من اليوم. هاي راسي، هاي راسي، يا انك تاخذ لك مسكن او انك تسترجل وتنبكم. اخذت مسكن ما فاد. ترى ما تعصب راسك بخرزه ولا بي قماش، ترى الحركه زينه وتشيل الصداع. طيب جيب الخرقه اللي فوق راسك. وش هو؟ مش ماغي خرزه؟ بعدين ما والله اعطيك اياه تحطه فوق شوشك هم يبسه يا المدود. يوه يا صالح، فين المراجل والشيلات ولا شكله كلام فاضي؟ افا والله لا شيل عيب ولد عمي. تعال يا عزوز، خذ شماغي وعطى شكر. اقول خف علينا يا نمر بن عدوان، اقول العب بس. اقول اسكت بس. يا اخوان، الحبة اللي في رقبة عامر مني مطمنة على الآخر. شلون ما تطمنت له؟ كل العالم يطلع له حبوب. اي ليش منزلين الصوت لكم كذا؟ يا فوقي وقت صوتك ممنوع منعا باتا. عامر يدري عن الحبة هذه، تمام؟ إن راحت من لحالها الخير وأهله، لكن لو ما راحت وشكله ده المتوقع، أنا راح أوصل له المعلومة بالطريقة الدبلوماسية. اتفقنا يا عيال؟ اتفقنا. عامر عامر، في رقبتك حبة تخوف. الحين هذه الحبة برقبتي أنا. ايوه يا عامر، في رقبتك أنت. أكيد، يعني ما هي بمقطع فيديو ولا واحد ثاني. انت يا عامر، انت ياسر لا يكون تلعبون علي حاطين فلتر بالسناب. لا يا عامر، والله مو فلتر بالسناب ولا شيء، ابلش. وزي ما قلت لكم، في اسباب متعدده بناء على شكل الحبه وعلى ماذا تحتوي. في حبوب بتدل على الاصابه بالجدري او الحصبه، وفي حبوب بتدل على الاصابه بمرض داخلي جوه الجسم، فالجسم بيبعت لنا الارم ان في انفليكشن جوه بناء على شكل الحبه. فانا انصح محدش يلعب في الحبه ولا يعرضها للشمس وبعض الانواع من الاقمشه لحين عرضها على طبيب مختص. الحبة الكبيرة تجيب لك مرض خطير. شيك؟ ها؟ لا ما في شيء. ايش الصوت اللي مشغله؟ لا عاد تدخلين الغرفه كذا فجاه، يلا دزيها يلا. مريض؟ ايش دراها؟ يمكن شافت الحبه. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. ها؟ ليش الحمد لله على السلامة؟ طالع من السجن انت لبسك ذا. مسوي تذب بنت وجهك؟ كل ولا يكثر بس، كل. هي لا تنفخ عليه، ما سوالك شيء. لا يا شيخة، مسوية فزعة انت، ما هو بشغله ستطلعي منها أحسن لس. يا الله صباح خير. الناس تصبح على خير، وأنتم تصبحون على هواش. هذا اخوكم الكبير احترموه. يبا هو اللي بادي، امس طارد من غرفته واليوم هاوش سليمان. بلا بثاره، غرفتي ما بيستطبينها، اوكي؟ خلاص، على الاقل احترموني انا وابوكم. يلا افطروا.
لا تناظر يا بزر انت وياه، لا تناظر. بسم الله. يا جماعة مشان الله انتبهوا من أقل البقوليات، لأنه بتزيد من مضاعفات بعض الحبوب الناتجة عن الحساسية. برضو مشتقات الألبان كالحليب والجبنة والقشطة، الحاجات دي بتعمل مضاعفات وتهيجات، لذلك بنحذر لجميع الناس اللي عندهم الأعراض دي ما يتناولوها. المنبهات كذلك مثل الشاي والقهوة نحذر منها وبشدة نظراً لما تسببه من مضاعفات وتهيجات. عامر، ايش فيك يا امي؟ ما فيني شيء. الا فيك شيء، انت متغير، وش فيك؟ قلت لك ما فيني شيء. حبيبي انا امك وعارفك زين، قول لي وش فيك. الحبه شافها عزوز برقبتي، حبه كبيره. وش تقول؟ ما فهمت لك. ما فيني شيء. ادخلوا جوا، يلا عندي موضوع مع عامر، يلا. وش فيك؟ يما طلعت لي حبة بركبتي تخوف، شكلها غريب. ورني أشوف. إيه بس بتعلمي لحد. لا. بس كذا؟ ومزعل نفسك وحاط لك قم، يا ما طلعت لنا حبوب وحنا صغار، ما صار شيء. روح للمستشفى والدكتور يعطيك مرهم وإن شاء الله بتروح. يعني عادي؟ عادي. طب من وش طلعت لي؟ ما أدري ما يمكن من الجو، من نوع الأكل اللي تاكله، الطبيب بيشرح لك إن شاء الله. أكيد. رحوم يلي مات بول شبابا. معليش بالغلط. مسوي بالغلط؟ ما تعرف بابنا من بابكم؟ آسف يا مي، ما نمت زين. يا عمري اللي تشكي ظروفك. أقول لا تسوي فيها دار المسكين ودزها. لا تحكمين على غيرك، وأنت ما تعرفين ظروف الناس. خلاص يكفي دراما، انقلع. يهو إيش في؟ صلوا على النبي، إيش اللي ساير؟ تعال شوف حل خويك. تعال يا عم. وي عامر، ايش هذا اللي في رقبتك؟ ايش حاطط؟ حطيت قم لان سمعت الدكتور يقول المفروض ما حد يلمسها. اذا انت كبرت الموضوع زياده حبيبي، لما حطيت القم انت على الحبه كده كتمتها وخليتها تعفن، حتى كمان راح تطلع لك حبه ثانيه موازيه لها في ذمتك. ايوه، يعني دحين انت لما تنام وتصحى راح تصحى تحصل حبه ثانيه في حلقك. أم عاد، أنا آسفة يا عامر إني ظلمتك،
الله يشفيك الله يشفيك. ايش بك يا عامل؟ هدي يوم هي كلها حبة، تبغى تكشف عنها اكشف، ما تبغى برضو بكيفك، الوقت كفيل يبين لك كل حاجة. الوقت كفيل يعني شلون؟ يعني حبيبي مصيرك مع الوقت، تعرف ايش تسبب لك الحبة. طيب صدق هي بسبب مرض خطير الشمنقة حبش اللي ارسلت لي امس؟ ايوه، وتسبب اقوى من كده حبيبي. انا خالي مجدي، مجدي ديكا، عنده صي الحبة دي، اختها بالظبط. بعد يومين اتنين مسكين من منها طلعت له، تدري ايش سببت له؟ شفاف في الفم، نشفان كده، ما يقدر ينطق، وحتى مسكين لما يوقف يمشي خطوتين على طول طب وطب يطيح لانه ذاته دوخه. انا نفس خالك مجدي ديكا، فيني نشفان وفيني دوخه. طب شلون هو تعالج منها؟ شلون وش سوى؟ طفى. وشلون مكيفه؟ لا. وشلون طفى؟ طب مات. توفاه الله. يعني غادر؟ غادر الملاعب. سوينا له عزا كبير وكتبنا لوحة كبيرة كده، المرحوم مجدي ديكا رحمه الله. طبعا الناس جهات وكلهم الله يرحمه الله يغفر له، كان إنسان كويس. أما أنت يا عامل لما تموت عزاك ما راح يكمل حتى نص يوم. ليش؟ وش سويت أنا؟ لأنك متسلط ومتعجرف وما تحب الخير للناس. طيب وش تسوي؟ لازم الناس تسامحك. كلهم عن بكرة أبيهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا وجيه الخير. جزاك الله خير، ممنوع التسول. أنا ماني متسول، ماني فقير، أنا فقير إلى الله. ما بي منكم فلوس، أبيكم تسامحوني وتحللوني. أنا موات يا أخوان، اليوم دنيا وبكرة آخر، تكفون سامحوني وحللوني. اللي أذيته ولا أزعجته يسامحني ويحللني، تكفون سامحوني. سامحوني يا أخوان، سامحوني. الله يرحم والديكم ويكم سامحوني يا أخوان. أروح. إيش قاعد تسوين أنت؟ هذا ملابسك أنت، سوي غسيل. لا، ما تغسلين ملابسي بالبيت. أنا ما أقدر أسامح نفسي لو جاهلي شيء. ها؟ إيش كلام أنت؟ ما راح تفهمين يا ميري، صدقيني ما راح تفهمين. أحمد ربس إن الشغالة وأكبر همس طبخ وغسيل. إن شاء الله ما تعيشين اللي أنا عشته. ولا أوفر. شيل. يا الحبيب انا مستعجل، عطني فاتوره. كنسلنا، ما نبي نغص. الله يجيرنا من النار. ايش عندك هنا؟ جيت اشوف النار.
أنت اللي شاب النار؟ لا لا لا، أنا جيت ولقيتها مشبوبة. هذه لك؟ وش؟ تعال تعال، وش اللي في رقبتك؟ أنا ما أدري يا حضرة العسكري، لو أدري كم ما حركت ملابسي، بس أنا مريض، أنا مريض وخايف على أهلي من المرض. هذا مسكين، شكله مجنون ولا مريض، لكن خلنا نشوف مشي بس نطفي بها النار. بيتكم وين؟ بيتنا بالحارة هنا. يلا يلا على بيتكم، لا ركبك الدرية، يلا على بيتكم. سمسم مبشر، الله يوفقكم، الله يقويكم، الله يكفيكم شر الحبوب. حبوب؟ ايش حبوبة؟ اللي مثل هذه. اللهم امين، يلا يلا على بيتكم يلا. سمسم ابشر. أقول لك يا مسلمة دق الباب قبل ما تفتحينه. أقول وينك عن جوالك أنت؟ جوالي ما بيه، ولو بيدي كان كسرته، بس ما أقدر. الحمد لله والشكر، وراك مخليه مع سالم يخلطه. كان قفلته وارتحت منه. مو بشغلس، أطلعي برا، أطلعي برا. ترى صديقك تحت استناك. عزوز، والله لو ما تبطل هالحركات وتمشي معي الحين، لا أنت خويي ولا نعرفك. أخي وش تبي مني أنت؟ شايف وش مسوي في نفسك أنت؟ تراها حبة، حبة تطلع لأي واحد في الدنيا، تعال اكشف وارتح من العذاب اللي انت فيه. طيب وإذا طلع؟ لا أنا ولا أنت دكاترة، الدكتور هو اللي دارس طب وبيعلمك وش السالفة. يلا مش معي. وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه وش تبي انت؟ الله لا يحييك يا شيخ، انقلع مع الله لا يعيدها من سفره معك. احذف رقمي، ما عاد ابيك ولا عاد ابي اسافر وياك. حتى انت حبه؟ لا زكمه. طب ليه بتاثر؟ عامر علي وهذا كل اللي صار بي يا دكتور. علمني وش فيني انا؟ تمام استاذ عامر، صراحة أنا مش عارف أقول لك إيه، بس إن شاء الله خير بإذن الله. كل اللي أقدر أقوله لك دلوقتي إن إحنا محتاجين نعمل شوية تحاليل في المعمل بتاعنا تحت. تخلص التحاليل وبعدين أقدر أقول لك في إيه. يعني شيء خطير؟ ما أقدرش أفيدك في حالتك دي غير لما تطلع نتيجة التحاليل. ده نظام، تطلع النتيجة وبعدين أقدر أفيدك في إيه. ببلش. ها شفت إنك مكبر المواضيع، الله يهديك. بكرة تطلع النتيجة وترتاح من ذا التفكير. إيه بس إذا طلعت النتيجة خطيرة. طب إذا قال الدكتور نبي تحاليل إضافية؟ أصلا أنا ما أدري شلون أنتظر لبكرة. أحبك لنكد أنت وجهك. إيه اللي يده بالنار مو بزي اللي يده بالماء. يا سليمان، الدنيا حياة وموت، وما يدري الواحد وش يلاقي من صواديفها. أوصيك فمي وبوي، خليك قريب منهم. أختي نوف، أختي نوف أنت عضيدها ولا تنساها، ترى أهلي ما لهم غنات عنك. هذا الكلام صحيح يا سليمان، أسمع كلام أخوك عامر، بكرة رح يموت، بعدين فين تحصل أخو كبير زي عامر ينصح؟ أنت إيش دخلك هنا؟ شلون جيت؟ هذا يا عامر، أنا ما نطيت من فوق السور، أخوك سليمان هو اللي فكر لي الباب ودخلني هنا. طق الباب، شفت اخويك عزوز دخلت المجلس لما تجي. يهو يا عموري، فين كرم الضيافة؟ يهو فين القهوة والشاي؟ بعد اللي يومين ارسلك على الواتساب، ليه ما تفك رسائل؟ اطلع برا، اطلع برا. يهو ضيوف. يهو يا كبك انت ويوالا الرحمة يا عموري كباف. تفضل. الواحد ما وده يحط بذمته شيء. الصدق اني كنت اسرق منك شواحن واسلاك، مع اني كنت تحطين مناكير لاني امسحها بزيت فرامل واخذها مع الاستراحة.
هذه هدية بسيطة وأتمنى أن تسامحيني وتحليني. سامحيني يا نوف، سامحيني وحليني. يلا بسرعة يا دكتور تكفى قل لي الحقيقة. وأنا هكذب بس عليك ليه يا عامر؟ الموضوع كله ببساطة. أنا مؤمن، أنا مؤمن وأتحمل. قلها قلها، وش نتيجة التحليل؟ يا ابن الحلال أنت يا مطفوق ارفق شوي، خلي الدكتور يتكلم، أعطى فرصة. تفضل دكتور. فحوصاتك كلها سليمة. كل الموضوع بس ببساطة إن إحنا هنكتب لك على المرهم دوت تمشي عليه لمدة 3 أيام والحباية تروح خالص. كل والله. والله. حبك ماجد عبد الله. أموت فيك يا شيخ. أموت فيك يا شيخ. أموت فيك أنا يا شيخ. أموت فيك. حبك بعد لا 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 عمر. كنت استعجلت شوي. تحداك العوارض البطلة. هلا والله أم عاد عباية زرقاء تشجعين الزعيم. كافو والله. حق موت فيك أنا يا شيخ. سمي يا خالة محتاجة شيء نقص شيء أبد تحت أمرس. أنا أي شيء تبينه تحت أمرس. يا شيخ والله أني آسف حقك علي، كنت منفس ومنضغط. أبشر بالحق والله. حتى أنت تحليلك سليمة؟ إيه أبشرك الحمد لله. ما شاء الله مبروك. الله يبارك فيك. إيه خوي بس دي المرة نبغاها تايلند، خوتك تنشرة. أم عاد بتروح تايلند؟ إيه أبشرك. أنا ما صدقت على الله، بروح أنا أخوي مكة. الله يوفقكم. آمين. ندعي لك هناك. إيه تمام تمام أوكي. يا أخي توني أحس بطعم الحياة. تصدق ودي أسوي كل شيء، آكل ألعب أفل أمها. إيه يا رجال نبي عامر الأول يرجع. الحين نأخذ المرهم هذا بس وبعدها ينزل لك أحلى عشاء في أفخم مطعم في الرياض. كفو يا صديقي. دكتور هلا. أنت ما تدري شلون كانت النفسية أول، الحين تب التب. تفضل. شكراً يا دكتور. الحين المرهم ده كم يبي له يشيل الحبة؟ يا لطيف. هو صحيح إن شكلها يخوف بس الدكتور يقول إنها بسيطة وكم يوم وتروح. الدكتور اللي كتب لك المرهم ده مختص؟ لا رحنا طبيب عام. أنت محتاج تروح لاستشاري مختص بالحالات الدقيقة لأن الحباية دي شكلها مؤلم. ايوه يعني رجعنا لطاري اللي الحين توني اقول ابى في الامه وبنبسط وبستانس وانت تقول مقلق يا قلق. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك لا انت ولا الطبيب العام. فلوس المرهم الله يشفيك. كنا خطيرة وانت موديني الدكتور سكة ما يفهم شيء. خلاص يا ابن الحلال تعوذ من الشيطان. اعوذ بالله ضو شابة. ما تشوف شلون ارتاع يوم شافها. اي لا تقعد تصارخ علي. خلاص عاد نروح استشاري زي ما قال ونشوف وش يقول ونرجع للدوامة نفسها. الله ياخذني يوم طاوعتك. سويت مو بنا ذي تكفى ياسر تكفى شلها. الحين قاعد تسفل فيني من اليوم وتقول شلها. يا ابن الحلال لا تشخص الموضوع. خلاص انا السفله شلها. خلاص خلاص اسكت لا تتحرك تكفى. حامد راحت الحبه. ذمتك. سلام يا تكتك. اليوم بعطيكم طريقة علاج اللي تطلع حبوب فجأة بجسمه.
يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم غر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. الو مناهل وينك فيه؟ بالبيت. ليه وش فيك؟ الكفر نايم. صحي مو وقت تستهبلين، بنشر كفر موتر عند الاستراحة وتوهقت. اختي انت ايش فيك بكبر الموضوع؟ سهلة، افتح اليوتيوب بتلاقين مليون مقطع يشرح لك شلون تصلحين البنشر وخلصنا. اوكي شكرا، يلا باي. هلا والله مي، تبي مساعدة؟ مشكور، بس بنشر كفر الموتر وبصلحها. سلامات، حاط العفريت على الصدام. ليه وش فيها؟ وش فيها بعد تسألين؟ كذا الله يصلح قلبك بتكسرين صدام السيارة. المهم ادخل جوا الاستراحة وأنا بصلح الكفر وبكلمك. ما أقدر، أنا مرة مستعجلة، عندي أمي موعد ولازم أوصلها. طيب، خذي مفتاح موتري، خلصي مشاويرك وأنا بصلح الكفر، بوصل السيارة لين باب بيتكم، بس أرسلي لي اللوكيشن. ما أدري إيش أقول لك، بس مشكور. يا مي جوالك. الحمد لله على سلامتك يا عمري يا يمه. الله يسلمك. الا قولي لي هذه السياره لمين؟ بنشر كفر سيارتي، وياسر جارنا في الاستراحه اعطاني سيارته يعني لين يصلح البنشر. ياسر جاركم ها؟ ايه. ايش جاب سيارة اختي معك؟ هد وانا اخوك، ترى صلحت كفر اختك لان كان مبنشر. لا يا شيخ، ترى حركات المتاعات ذي قديمة وعارفينها. لا بس كانت ترى مساعدة بس عشان. عشان ايش؟ عشان ايش؟ عشان ايش؟ شر تلقى. تراك زلابة إذا ما أخذت حقك من ذا الورع. خلوني يطلع يا عيال، خلوني يطلع. إذا ما أخذت حقي ما أكون ياسر. الله لا يحطني مكانك بس. يا رب يا رب حطني في مكان ياسر. شوف الجريش والقرصان والحلويات يا حظات. أسمع يا ياسر، أنت بتتنازل عن حقك حتى لو ادوك 10,000 ريال. اللي ينضرب يعطوه 10,000 ريال. ايوه حبيبي، امدي يطلب اللي يبغى حتى لو 100,000 كمان. يا عيال اطلعوا اطلعوا، امي واختي جايين. يلا يلا يلا، فمان الله. مع السلامة. ما تشوف شر. فمان الله. هلا هلا والله فيكم. الحمد لله على سلامتك يا ياسر. الله يسلمك يا رب، ان شاء الله من كل شر. ما شف شر يا ولدي، والله اني مستحي منك.
بس إن شاء الله أنك طيب. وين طيب يا خالة؟ وين طيب فيه بس؟ ولدك ولدك غدر فيني. السلام عليكم اخوي عامر. اقول لك انت اخو مناهل؟ اي انا اخو مناهل. ها حق استراحه رباه. ايه هيا هيا نادي اختك خليها تجي. هيا هيا اقول لك هيا هيا نادي اختك. هيا مالك؟ ها نادي اختك. هيا ماله هذا ما يفهم؟ ادخل مناهل مندوب التوصيل عند الباب. انت ايش تبي؟ جيت اسال اخوك عنك عشان يضربني بس طلع غبي. مريض انت؟ اقول انقلع بس. مساء الخير ياسر، دريت انك طلعت من المستشفى وحبيت اطمن عليك. هلا والله مي، هلا وسهلا. لا الحمد لله انا بخير. هلا مي، هلا ومرحبا. لا الحمد لله انا بخير. ابي اطلب منك طلب واتمنى ما تردني. ابد سمي امري. وش تبين؟ ابيك تتنازل عن اخوي نواف، امي متقطع قلبها عليه. أبد تامرين أمر ومن عيوني يا قلبي أبد. اليوم بروح وبتنازل إن شاء الله. أنت كلها؟ لا معايا شنطة إسعافات أولية. صامولي أبو شكله. لو سمحت لو سمحت، فين الحلويات والجريش اللي كانت مثل عندها ياسر؟ اخوي حنا ما لقينا لك سرير للان عشان تجيك الحلويات والاكل. طيب فين اللي ضربني؟ اسمع ابغاك تقول له جهز لي 10 علب انه ما راح اتنازل. اللي ضربك نحاش ولا حد يعرف عنه اي شيء. اطلب الله. ابو شكلك مي. هلا ياسر، كيفك الحين؟ لا الحمد لله بخير. طيب ايش فيك تبكين؟ اخوي المعقد ضربني، يقول انه دخل السجن بسببي. ليتك ما تنازلت عنه يا ياسر، الله ياخذه. لا مي، ما يصلح تقولين عن اخوك كذا. وبيني وبينك ما تدخلين على البنات وانت تصيحين. اسمعي تعالي معي، ابيك الموضوع. يا ليتها جت على التنمر وبس. يضربني يا ياسر، يضربني المريض ويعنفني بقوس وكفوف. أيوة فيك شيء؟ لا 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 ما في شيء. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فيك شيء يا أخوي؟ فيك شيء؟ لا لا ما في شيء. ليه وش السالفة؟ كل بالعافية وانتبه لنفسك أخوي. ها الحمد لله. وش خير؟ وش فيك؟ خوفتني. لا لا ما في شيء، بس ذاك الرجال مساكين شكل عنده صرع ورحت أشوف وش فيه. حنون وإنساني. توك ما شفتي شيء؟ بصراحة يا مي أنا جبتك الكافي هنا عشان موضوع صغير. مي أنا معجب فيك من زمان وحابة تزوجك وفكك من نواف وغثاه وخليك تعيشين حياة ما عمرك عشتيها وخليك حرة وطليقة ومستقلة. ها وش قلتي؟ بصراحة أنا مبسوطة أني لقيت الشخص اللي يفهمني ويخليني على راحتي. مثل الرجال ياخذ راحته ويطلع ويروح ويجي، البنت لها حقها تطلع وتروح وتجي على كيفها. بس بسألك سؤال،
عندك علاقات قبل ولا قد تعرفت على بنات؟ أنا؟ ما عمري كلمت بنت ولا حبيت إلا أنتي. الفرحة اللي أنا فيها دي كلها ترجع ليك وأنا جنبك راضية ومرتاحة لكل ما فيك. سبت أنا كل الدنيا عشانك وهشاركك حضنك ومكانك وبقول لك يا حبيبي حياتي. منات مين خطبت؟ تستهبلين، شوف سنابها وريني. اوف اي والله غريبة، ما علمتنا. جراني عنها مسوية يعني اني خايفة ننضلها هي وراسها. سلامتها. وراء وما قالنا هالجحود، صح عليك وراء وما قالنا. هدوا هدوا يا عيال لا تشدونها، انا عارف ياسر أكيد الموضوع جاء سريع سريع عشان كذا ما علمنا. صح عليك يا عامر، ياسر ما يغب علينا شيء. حبيبي الكلام ده غير صحيح، لو فعلا ياسر يعدنا أصحابه وأخوانه أول ناس ندري إنه بيتزوج، ولا المفروض استشيرنا بيتزوج مين. استشيرك أنت؟ أنت أبوه؟ لا. أخوه؟ لا. عمه؟ لا. خالة؟ لا. أخته؟ لا. أجل ضف وجهك. صح عليك يا عامر، ضف وجهك. القم بيبي، عادي أروح الاستراحة اليوم؟ عادي يا قلبي، سوي اللي تبينه، أنت تامرين أمر. ما تدري قديش يا عمري البنات ميتين ويعرفون من خطبني. طيب يا مي، أنا أبي أعرف شيء واحد، ليش ما قلتي لهم للحين؟ في كم واحدة من البنات حسودة وما أبي أقول لهم لين نتزوج، وأنت بعد قول بنت عمي بنت خالي، خل نسوي لهم سبرايز. خلاص أبشري، تامرين أمر يا قلبي. بنت خالتي. مبروك يا السور، والله سويتها. طب ليلك عليك، منك المال ومننا العيال. زي ما زينت ما شاء الله. كيف تشوف تجربتك في الزواج، فاشلة ولا ناجحة؟ ما بعد عرست يا درج، زواجي الأسبوع الجاي، بس المعذرة منكم يا شباب، ترى الزواج راح يكون عائلي. وأحلى احتفالية الأحلى مي بالدنيا بمناسبة خطوبتها، فرحت لك من كل قلبي. يا أمي كيوت. ألف مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك يا قلبي، مرة مبسوطة لك، ألف مبروك. الله يبارك فيكم بنات، عقبالكم. مبروك 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 يا قلبي. يلينا الازعاج، البنات من يوم ما جو جنبنا بالاستراحة والوضع قروشة وازعاج. يا ابويا خليهم، سيبهم من بسط ويستمتعوا، يعني تلاقي مية قمورة قاعدة ترقص وسطهم. ألعنا يا السطوع نكاحين. عيب عليك يا أخي، استحلى وجهك، تبي أحد يطلطل على محارمك؟ لا يا شيخ، نسينا ما كلينا، نسينا الاير دروب، نسينا يوم تتنصت على الجدران، نسينا يوم ترجم الكورة عندهم. هذا كول. لا يا شيخ ما علي، الحين واحد منكم يقولهم يقصرون الصوت ولا ترى بفلم بهم. انا مستعد والان كمان. لا انا بروح. هذا ياسر، اي موضوع يخص البنات يتصدر للموضوع. الواد ده حسودي. بنات صورينا كلنا. هلا قلبي كيفك؟ بس إذا ما عليك أمر بس تقصري على صوت الأغاني شوي بس. بلاش بيبي ما أقدر، البنات محتفين عشان خطوبتي. لبى قلبك خلص، يلا باي. ها سويت؟ كلمت مي قلت لها قصروا على صوت الأغاني أزعجتونا، قالت بس هالأغنية بيوقفون كل شيء. عشو أبوك البجاحة. أيوة
قفل الاغاني. خلاص الحين بقول للبنات يقصرون الصوت. اقول قفل الاغاني، فاهمه؟ خلاص يا قلق. ياهو وحش يا عامر بالله. كلمت مين منهم؟ مي نفسها، بس الهيبه تفرق. يا حليله مي، تعرف تسمع لمين وتدي ركبة لمين. ايوه ها، وين تبي نروح اليوم حبي؟ والله يا قلبي من ناحيتي أنا يمكن أروح الاستراحة. بيني وبينك مشتاق للعيال، ضحكهم وهبالهم وسوالفهم. أجل حتى أنا بروح الاستراحة بشوف إيش يقولون البنات، خصوصاً بعد ما عرفوا أن تزوجنا. أيوة خلاص. طيب وش رأيك نروح بسيارة واحدة؟ لا لا لا، كل واحد بسيارته، يمكن أطول وأبي أخذ راحتي. ما صدقت تفتك من القلق نواف. صادقة، خلاص أوكي ولا يهمك. أبوك يا القدحة، عارفة ياسر إذا حط شيء براسه جابه. الله تعرف تنقي يا ياسر، مي مرة واحدة بنت مرتبة وخلوقة محترمة جدا. صدق يا صالح، أحس الزواج يصلح لك. إيش رأيك تخطب واحدة من بنات الاستراحة؟ أنا؟ استحي، أنا اللي بعرس عليا براعة بيت تطبخ وتنفخ ولا تروح ولا تجي إلا بشوري. حبش ولا أحد قد شافه. وش معنى ياسر تزوجها وحنا كلنا شفناها؟ لأنه درج. أيوة. صباح الخير يا قلبي. أي صباح الخير، الحين عصر، قصدك مساء الخير. متى رجعتي من الاستراحة؟ طلعنا من الاستراحة الفجر ورحنا شفنا فيلم بالسينما، وبعدين طلعنا أفطرنا ورجعت الساعة 7 الصباح. وليش ما قلتي لي إنك رايحة مطعم وسينما؟ أنت كنت نايم. إيه بس المفروض تقولي لي وين رايحة وين جاية. تخيري لا قدر الله صار لك شيء. أي أوامر ثانية يا ياسر؟ ايه وين رايح الحين؟ وشو؟ صديقتي ولدت وبزورها. صديقتك؟ من صديقتك هذه؟ تحقيق هو؟ اوف. الو انا عند الباب. اوكي الباب مردود. السلام عليكم. عليكم السلام. طالبين من بقالة؟ لا. جايكم مولود ها؟ ما شاء الله، وش سميتوا؟ تأخرت أنت. الولد قال الأمة وخافت، ورحنا وشفنا الكاميرات، إلا وحصلك أنت؟ أنت تراقبني يا ياسر؟ أنت شاك فيني؟ اسمعيني عاد. أنا زوجك ومن حقي أعرف كل كبيرة وصغيرة عنك. بعدين وش دراني رايحة مع مين وعند مين؟ لا 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 لا، أنا ما عاد لي قاعدة بدا البيت ولا دقيقة. يا شكاك يا مريض. شو الأصياح والبكبكة؟ لو معلمتنا من قبل ما تنخطبين كان قلنا لا تعضي ثوبس. أصلاً أنت تدرين إن قبل ما يتزوجك لحقني لين بيتي بسنابي؟ وأنا بعد سواها معي هالنذل. ولا تزعلين نفسك عشان واحد ما يستاهل. لا تزعل يا ياسر، إن شاء الله ربي يعوضك بواحد أحسن منها. أصد كان ودي أصارحك بس شفتك مدرعم قلت بسلامته. يا حرام، صراحة أحلى خبر أسمعه. أقصد أسوأ خبر أسمعه. هي الدنيا كده. سمسة عن الناس كويسة. إيش تبي أنت بعد؟ أبى أعطيك هي كاش ومن الآخر. أنا رجل شرقي بفكر غربي متفتح جدا. ينفع أتزوجك على سنة الله ورسوله؟ أيوه.
شباب الكم. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. بنا شباب البوم. خالتي تشوفهم على دخلت بمتشان وهمبو، تقول بواحد هناك بالزاوية ناظرا، واثنين منهم علقين بالمروحة، واحد منهم وجهه كذا سايح. كفاية بالله عليك كفاية، عشان كذا ما أحب أطلع معاكم بالراد، خروجكم تخوف. شكوش وش فيك خايف؟ تراهم مثلنا. مثلك أنت وأشكالك. أنا مرة قابلت في جنية. بعدين أنا مرة قابلت لي جنية. هذه حقتي. إي صح، أنا مرة دقت علي جنية يا عيال. ألو هلا، وش تبي؟ سم سم يبا سم سم. أبشر. لا لا لا، أبشر أبشر أبشر، الحين الحين أجيك يا أبوي. جو الرعب ده ما أبغى. تركي تركي شايف هذول؟ كل ما نطلع البر ويجي الليل يتكلموا عن الجن على الحنشان. يا ابن الحلال خل اقول لك سالفه بعد. شف انا قاعد اذبح الذبيحه ذي واصرخها واسمع صوت، اسمع صوت الظاهر انه طالع من الذبيحه شوي لو يهو. لاحق على اهلك اتعشى وبعدين جيب لهم الغاز. لا يا شيخ، تبيني اسحب على اهلي علشان عشاء؟ تبطي والله. اوصلك. ما يحتاج يا ولد العم، سهالات. امان الله يا عيال. امان الله. موفق. وصلني معك. وين؟ قدام شوي. انت وش جابس خلخله هنا يا خاله؟ ما تسمع صوت الذيابه؟ ما عاد بعد ذيابه. ظهر انهم راحوا خلاص. وقف قدام هناك وقف. ابشر ابشر. وقف هنا خلاص. اي اي طيب. اي هنا هذي فينا. وقف خلاص وقف. طيب الحين وقف. شكرا، انقذت حياتي. العفو، ما سوينا شيء. خلاص امشي. دقيقه، لازم اكافئك. ما يحتاج انا بستر. خذ ازرع هذه، راح تنبت لك احلى نبوت سيف ما قد ذقته بحياتك. فاضي انا. وش قلت؟ لا 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 لا، انا اصلا اموت لنبوت سيف، احب حتى ابوي كل يوم ياكل 10 15 تمره.
خلاص اخذها من البيت. شكرا ما قصرت والله يا خالد. خذها. تبيها تم بالذهب؟ يا عامر غير صوت الغاز. سمي با هذه دبة الغاز اللي رجعتوني من آخر الدنيا علشان عسى ما خربنا عليك الكشتة. بس لا 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 عادي تمرون أمر. وش ذي الريح؟ مو عاد ريحة، يمكن الغاز في تنسيم. لا ما هي ريحة غاز، هذه تشبه ريحة الذهب. ذهب؟ النخلة. قلت لكم بلاش من الحكاوي دي في البر. ما سمعتوا كلامي؟ ها ارتحتوا؟ شوفوا خويكم اتجنن وتهيأ له انه قابل جنيه. لا زدك من الشعر بيت. قال لك ايه عدته نخله تطلع ذهب. تخيلوا نخله تطلع ذهب. ما عندك نخله تطلع فلوس. عامر سالفتك دي ما اقولها الواحد في التمهيد يا شيخ. على اساس كلامكم ذا بياثر علي اقول دزها بس انت وياه لعلكم ما صدقتوا. يا عامر يا اخي معقولة؟ معقولة فيه انخلب هالدنيا تطلع ذهب؟ طيب فيلم كرتون انت؟ قايل لك انا اوصلك ما طعتن. كلها سنة او سنتين والنخلة دي تطلع ذهب. ويسقدون عيار 24. لا 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 على شرط شرط يكون الذهب منحي. يبا سم قد سمعت عن نخلة تطلع ذهب؟ انخلة ما تطلع الا ذهب وهذا هو. لا لا أنت فهمتني غلط، ما أقصد تمر أقصد ذهب. ذهب كان في يوم من الأيام التمر هذا أغلى من الذهب. حدي نظر ما بغيت أكثر. حدي نظر. أقول عامر صباح الخير. صباح النور. مش عندس أنت بعد؟ كني أشم كذا من البارح ريحة ذهب جاية من استراحتكم. شو السالفة؟ حتى أنتي سالفة الحريم مع ريحة الذهب. أقول مو بشغلة ها؟ دزيها دزيها بس استراحتكم. ملت عليك. هلا بعامر. هلا وغلا. مرحبا انبطة ولا الله عمرك. اتفضل. يا هلا يا هلا يا هلا. نورت الاستراحة والله. نورت نورت. أرحبا. شو السالفة يا عيال؟ احنا بصراحة يا عامر حسينا ان احنا كسرنا خاطرك وزعلناك امس بصراحة، يعني قلنا نراضيك بهالذبيحة الزينة. سم تفضل يا عامر. هي بس انا ما غسلت. جبنا الموية اللي عندك. اتفضل غسل يدك. بس بروح الحمام وجه. ولا تعب نفسك حبيبي تعال تعال ولا اي شيء. تفضل الى عندك. تفضل يا عامر. اخر بس الحين عرفت ليش جايبين لي مفطح. شفت الذهب وجايين تسقونه علي؟ مخفة انا عندكم مخفة؟ يا ابن الحلال ما حد قد قال انك مخفة. وش فيك انت يا اخي؟ احنا اخوياك زملاك بيننا عشرة عيش وملح. الحين اخوياي ها؟ اقول دزها انت وياه ما لكم شيء عندي. كيف ما لنا شيء يا ابويا؟ الاستراحة دي كلنا قطينا فيها واي شيء فيها يخص الجميع. وش دخل يا ابوي؟ النخلة دي انا اللي جايبها. بس انت جايب الاستراحة واستراحة كلنا قطيناها به. فيهم العيال يصارخون شكلها قبعت بينهم. لا 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 اكيد متطقين على البلوت كالعاده.
لا لا لا، وضعهم مو طبيعي. حتى لما شفت عامر قدام الاستراحة كان متقروش، كلمته سحب علي. صدقوني وراهم شيء ولا أنا ما أفهم. اسكتوا بنات، خلنا نسمع وش قاعدين يقولون عشان نفهم السالفة. صح صح معي، لا تنسى ترى الاستراحة باسمي. ايش دخل يا ابوي؟ وإذا الاستراحة باسمك تاخذ النخلة؟ أبى أبلغ عليك الشرطة، وإذا كانك تبيها تقبع بيننا سوها إذا أنت رجال. وش تبون مني؟ سهلة، نتشارك. خلاص خلاص نتشارك، أبعطي كل واحد منكم تمرة. الله يعطيك العافية يا عامر. عموري حبيبي، تدي كل واحد تمرة. يا أخي إحنا أصحابك وكذا، خليها حبتين. أوكي أوكي، تمرتين بس بشرط. أيوه كذا حبايب، يلا وش شرطك؟ أستروا ما واجهتوا وتتناوبون على حراسة الاستراحة والنخلة. تم. هلا صلوحي، كيف حالك؟ هلا عامر. والله فاضي ما عندي شيء، قلت اجي اصك معكم بلوت. عيال بس صراحة اعتزلوا البلوت نهائيا، واستراحة بكبرى قبلناه. قبلتوها؟ طب ما دام قبلتوها ورق جالس كذا كذا ماسك خفارة. يا كلنا الجردية اللي تقبلها شارط علينا حرس لين يصل. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة. طيب ما في عشاء؟ لا لا ما هنا عشيات. يلا يلا ما في شيء. يلا سلام عليكم. تنك بهذه الطريقة أو الطريقة الثانية أنك تضرب كل قوتك على ظهر الرضيع لين ما يكسر. يا جماعة في أبسط الطرق نتصرف إذا كان الرضيع مخنوق. شوف معايا، إذا ظهرت مؤشرات اختناق الرضيع، أول مؤشر أنه ما عنده تنفس بسهولة، ثاني حاجة ما عنده صوت، وثالث شيء كمان اختلاف ملامح الوجه واللون. وش فيك قاعد هنا؟ ليه؟ الواحد ممنوع يجلس عند استراحتهم؟ لا لا ما قلنا ممنوع ولا شيء، بس معليش ما لكم حس اليوم وامس اصواتكم عندنا بالاستراحة. يا ليل القلق، صارخنا ليه تصرخون ازعجتونا؟ سكتنا ليه تسكتون؟ سلامات مسؤولين عننا انتم؟ خلاص الاستراحة محولينها على الصامت اليومين، والدردشة قلبناها على الواتس، عندكم مانع؟ بنات امشوا ذا نفسية. اقول دزيها بس. المشكلة يحرسونها ليل نهار بس ما حد منهم راضي يقول شيء. أنا أعرف مين بيعطينا العلم، بس خلي وردية حراسته تجي. وين رايح أنت؟ أبغى أروح معاكم. لا 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 يا كفتة، أنت خليك هنا، وجودك معنا زيادة قروشة. أحرص الاستراحة. لا تخاف، كفتة عيونه مفتحة. كفو والله يا كفتة، يلا احرصها زين. ها طريق السلامة. ياوة كفاتي، كيفك؟ هلا 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 مي، أنا بخير. أوه طالع كشخة ورز اليوم يا كفتة. ما جبت حاجة جديدة، هذا ستايلي. يا زين الزين. بس أقول كفتة، علمني وش قاعدين يحرصون الشباب كل يوم. لا 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 لا، أنا ما أقول لحد، لأنه أنا يسموني كاتب الأسرة. كفتة تكفى علمنا، حنا جيران وانت أحلى وأعز جار عندنا، علمني يا كفوتي. يا روح كفوتي، أقول لكم ما تقولوا لحد. إيش دعوة كفتة، ما رح نعلم أحد. هيا هيا تعالوا، عندنا نخلة تطلع ذهب. نخلة تطلع ذهب؟ ياوة ما صدقت ما صدقت، أنت كذاب. أتحداك تورينا إذا أنت صادق بكلامك. أنا كاذب؟ ها؟ عشان تصدقوني؟ هيا تعالوا أوريكم النخلة اللي تطلع ذهب. هيا
السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، هذا ذهب. ذهب وعيار 24. كم قيمتها؟ من 20 إلى 23 ألف ريال. أوف، أمه 23 ألف ريال. شف شف شف، ضبطنا في السعر، ترى عندنا تمر كثير ونخلق. شف لا قل له، ها قل له قل له. أو لا لا تفضل تفضل. عندكم وصل شراء لها أو فاتورة؟ وليش فاتورة؟ هذا الذهب معك. بس شكلها غريب، أنتم من وين جبتوها؟ هات هات التمرة. خلاص نبي نجيب الفاتورة ونجي. أنت خليك هنا لا تروح. الله، ذهب. بنات بنات ذهب. عشان تعرفوا الكفتة ما يكذب. لا حول، ما حد راح يشتريها منا إلا بفاتورة. كل ما وديناها محل يقول من وين جبتوها من وين جبتوها. هذا اللي ما حسبنا حسابه. يا ابوي الجنية حقتك ما قالت لك كيف تبيع الذهب؟ لحظة لحظة يا ولد، وين كفتة؟ وين راح؟ يمكن راح الحمام. البنات هاجموا انه دخلوا غصب عني. سلامات انتوا اياها، وش عندكم هنا؟ يلا برا برا برا. ترى صورت النخله بجوالي، ثانيه واحده انشرها واخلي العين عليكم. ابشروا بعزكم، اعطيكم كل واحده منكم تمره ذهبيه. لا سلامات، تمره يا القعيطي. ايه هالتمره هالواحده فوق 20 ألف ريال. تمون ولا دافلجوا؟ لا 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 ما ماني بندفلج، خلاص دام تمر بعشرين ألف أكيد أكيد نبيها. بس بشرط ساعدونا في حراسة الاستراحة يا بنات. تم. أنت بنت أنت؟ ياوة. إيش؟ لا لا لا، الآن أبوزع المهام. أنتم تسمعون كلام شكش، بيقعد معكم هو كفتة، أوكي؟ وأنتم يا عيال أمشوا معي. يلا يلا يا عيال، شكل الصندوق هذا يسوى له حوالي مليون. مليون إلا مليون. قل ما شاء الله ما شاء الله يا أخوي، أنت شفيك أنت؟ والحين ذي فكرتك المخيسة على أساس أن الجنية بتنتظرك للحين؟ يا أبوي أنت وش عرفك؟ لا عندها لا مدرسة ولا دوام، بعدين ما حد يقدر يصرف لنا الموضوع إلا هي. أنا صراحة أشوف كلام عامر مزبوط صراحة. خص الصندوق طال عمرك، نعطيه إياه، نقول أعطينا بدالة كاش 500 زر. طيب متأكد إن هذا المكان؟ إيه يا ابن حلال متأكد. رايضين أنتم؟ أنت خلك ساكت أنت عزوز. خلاص يا أبوي نبي نوصل. شكل هذه خيمتها، نزلنا. حياك الله يا ولدي، تفضل. ما قدرنا نصرف الذهب، قلنا ما لنا الا انت تدبرينه. حمص جنية، خلاص خذي الذهب واعطيني بدالها فلوس. بسيطة يا ولادي بسيطة، كنت عارفة انك بتجيلي وجهزتها لك. تفضل. ابوك الجدي البطلة. سمي. يعني نمشي عادي؟ ايه. يا عامر يا عامر، اخيرا اخيرا حنلعب بالفلوس. اقول يا عامر، انا اشوفك اخذت الدراهم لا عديته ولا شيء، مدرع. عدوا الفلوس خلنا نشوف نصيب كل واحد فينا. سوي تلعب علي، يا السبك انت وياه. انا اللي جبت نخله،
وانا اللي دبرت الفلوس، مالك ولا شيء عندي. انت تتكلم جد ولا تستهبل؟ لا لا، ولد عمي عارف انا طقطق. يا ورع انا ما طقطق، كلامي جاد. يلا مع السلامة. عامر، احنا اصحابك في الاستراحة، لا تنسانا. لا تستعطف، لا يكون بعد البر قاطين فيه. وباسمك يا ياسر، دزها انتو ياه، دزها. وش السالفة؟ أخوياكم نام صراحوا مرجعوا. إيه أهجدي، دقيت عليهم جوالاتهم مقفلة. اسمع، ترى إذا زرفتونا والله لنبلغ الشرطة. إيه تحسبونها فاضة؟ عشان الفلوس خيرتك بين الماء والتمر والسيارة ولا الفلوس. متعادلين يا عامر، انت القت. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. تذكرة الحفلة مرة غالية وبصراحة ما يمديني عليها. والله كلنا ما يمدينا عليها، بس أنا عندي الحل. طيب وش فيها لو حضرت الحفلة؟ يا خدي ما تفهمين، أقول لك حفلة ما في، انسي الموضوع هذا، شيليه من راسك. أنا أخليك تروحين حفلة؟ ما راح أخليك تروحين حفلة لو على جثتي. بس أنا أحب عبد المجيد. نعم؟ أحب أغانيه مو هو شخصيا. يا شو الله يخليك، خلنا احضرها مع صديقاتي. انت ما تفهمين، حفلة ما فيه، انسي الموضوع. مدرسة بنات دي أحبك. خلنس متحمسة زيادة يا أختي. مو شغلك. مو شغلك. في عز ما كنت أهوجس فيك،
أبواب رجلي لبابك جيتك وأنا ما تكرني بس أذكرني كذا الله اسمعني اسمعك لا ما اقصد كنا الاغنيه اسمها اسمعني الا انت من جمهور مجيد لا لا انا من جمهور الشباب الشباب عاد الاغنيه هذه احبها مره تدري انها من الحان المبدع سهم سهم ياسر القحطاني كنت اتمنى انه يلعب في نادي الشباب وأبغى أقول إني أحبك وإنت لسه إني عشقتك قبل لا دمعي غير وجهك اللي ذك هاي آمر شخبارك؟ أنا ما يتركم في استراحة أربعة وبيك تصور الحفلة في سنابي بليز لا يا شيخة دافع تذكرة بخمسمية ريال وتبين أصور الاسم أقول دزي أمها مين اللي دز أمها؟ ها؟ مين اللي دز أمها؟ لا أنا ما أقصد واحدة بالسناب أنا بلمس إيه أشوى أكفوش عامر أنت بتتحرش بالفتيات حتى لو كان لفظيا ترى بعدين كلبوش تم القبض أقول دز أمها أنت وياها مسوي فيها يعني أنا مهم بحول لك 500 ريال بس تكفى تكفى صور لي ونزل بس قصتي وفي الخريطة وحط سنابي أتحداك الخمسمية ريال يعني الحين التذكرة طلعت بلوشي أموت فيك يا مجيد هلا والله بجارتنا مي أبشري بعزس ما طلبتي شيء ما لس إلا ترسلي لي اليوزر ولس أحلى حفلة أسوي لس فيديو كليب إذا بغيتي بنات بنات تخيلوا مي حاضر الحفلة ايش؟ لا 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 مستحيل مستحيل. اي والله هذا حسابها تعالي شوفي. هي ولا مو هي؟ قايلت لكم من قبل البنت هذه حقوده وحسوده ومصلحجيه بعد، ما صدقتوني. وريني وريني. ها حظها. بنات خلونا نشغل التلفزيون يمكن تطلع بين الجمهور، شكل معاها الجوهره. عبد المجيد احبك وانا بعرف وزعلي ما ينصادق يا بعد كلهم الف مره لا 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 يا مجيد نبي قديم الف مره مليون مره غناها يا ليل جمهور 2016 اقول اسمعي ترى انا مجيديه اكثر منك ومجيد ضايفني في تويتر بعد يا بزر انا اسمع المجيد من قبل ما تولدين انا بزر انت واشكالك كيف تمد يدك على البنت كيف تمد كيف تمد يدك اصلا كيف تمد يدك علي اذا اهلك ما ربوك انا اربيك تفهم ولا لا مريم خير ان شاء الله علي قلت ادب لا وشكر بعد كل قوة عيني بجاحي مد يدي بعد شوك لو شكر اجلس اجلس ضغطي وعقابك ماني مرجعت عيوني بالله يلا انقلع هماس تقولين ما انت مرجعتها مو شغلة اوكي نصور بعد لا 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 ركزي في الحفلة يا روحي يا مجيد انا من قبل اعرفك تعرفين مين؟ وش اللي تعرفين مين؟ جالسة اغني مع مجيدي مجيدي؟ ترى موتاتي يلا قومي 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 سوي عشاء يلا بس مو وقت عشاء الحين مزاجي
أنا جوعان أبي يأكل وبيكي أنت اللي تطبخي أبي كبسة لحم. يلا قومي الشغالة ما بيها تقرب المطبخ قومي. مجيدي وبزلطة بعد. أنا في البداية كنت بحذف مقطع المضاربة اللي صورته بس جاني عليه تعليقات وتفاعل وجاني بعده 10,000 متابع. شكراً يا عامر شكراً. أقول لا تتأخرين بس علي بالحساب أوكي؟ كلمتها قلت وينك بعد الحفلة ما شفناك؟ قالت عندي تغطيات ومدري إيش أخلصها وأجيكم. الله يا الدنيا عشان مقطع مضاربة في حفلة مجيد اشتهر سنابها وصارت تسوي إعلانات وتغطيات. يا شيخة الله يرزقها لا تحسدينها. ثانية يا بوي فاتك نص عمرك فليناها صح. والله بسط وهزوست شي فاخر من الآخر. والله لو أنكم حاضرين العزازي. هلا والله بالحوالة اللي توسع الصدر. اطنخوا يا عيال من قال غدا؟ أنا كلهم تغدوا إلا أنا. أبشر بعزك يا كفتة. وش بغيت بس؟ كفتة أم عاد كفتة. دجاج ولا لحم؟ لحم. كل روحك. شوف أنا عندي تغطية لثلاث محلات ذا الكوفي وخلصت منه. بقى اثنين مشغل نسائي بالدمام أنا بصوره والمحل الثالث اللي أبيك تغطيه هو محل عبايات. طيب ورا ما ترسلين أحد البنات؟ لا معلش ما بي ولا واحدة من البنات تتدخل بشغلي الخاص. 1500 تبي ولا بكيفك؟ 1500 إيه؟ أعتبري الموضوع منتهي. دز اللوكيشن على الواتساب. بنات ايه انا قلت للبنات مستحيل ما يتسويها وتسحب علينا بس صراحة كفو عليك دعستي في السناب. والله لو لله فم عامر ما دعست في السناب. وللمعلومية يا بنات ترى يغطي لك اي شيء وبخشم الريال يصور لك وانتي في بيتك وابد اكشخي على العالم. اوه والله جاب وقته. وهذه طريقة البزنس بيعطوني 150 100 لي و50 لكم. طيب ليش انت 100 واحنا 50؟ ولا تزعل أنتم 100 وأنا 50 اتفقنا؟ اتفقنا. سلام عليكم يا طيب. هلا وعليكم السلام. ما شاء الله تبارك الله هين عليك باردة الصلاة على النبي مرتب مؤنتك وجهك نظيف لبسك شياكة أكيد السيارة الفارية هذا المرسيدس حقتك. لا يا أخوي أنا معي الإكسنت هذيك. ليه أمرني في شيء بغيت شيء؟ خلاص روح روح يا شيخ روح. طفي كده طفي كده. وجو وجو غني بسطلي يا فقير. والله ما زاير خداع أقسم بالله. اللهم لا شماتة هذا باين عليه فقري مرة حتى حق الغدا ما عنده فقران كحيان مرة. التسول ممنوع الله يعطينا ويعطيك. لا يا طيب انت فهمتني غلط. أنا أول حاجة أبغى تحلني وتبيحني لأني أغتبتك. نمرة اثنين أنا أبى طلب غير الفلوس. أي وش تبي؟ أمنية حياتي أركب سيارة مرسيدس وأصور سناب. أشبر بخاطري أشبر بخاطري يا طيب. حياة أقول لك أبو الشباب ممكن معلش تشغل لنا أغنية ماجد المهندس يهزك الشوق.
انت ما حد هزك بكف على عينك، طلباتك زادت. يوه ما تهديها. انزل. هذا العطر مخلوط من العنبر والمسك وخشب الصندل والعود، كمان موجود فيه ورد بلغاري. طيب ما شميته؟ استنى استنى، مو عشان سيارتك كبيرة ازعجتنا. لو سمحت اخوي وراك ناس. نسيت الطلب اللي هو فلان موي. معليش اخوي ما عندنا شيء في الكافي بذا الاسم. طيب اقول لك جيب لي شاي حليب. ما في شاي حليب اخوي، في بلاك كافي وفي كابتشين وفي فلات وايت وعند. ايوه هذه هي اللي قلتها، فلات. فلات وايت؟ ياوا هذه هي. تفضل اخوي. مشكور. وهذه لك يا شكش تستاهل. يجي بس تكفى عامر اعفيني من شيء اسمه تصوير سيارات فخمه وطلبات الاغاني للبنات، لانه من الصباح لين العصر وانا شغال فرفره فرفره في تركي الاول وفي التخصصي عشان ادور سيارات فخمه وبالقوه حصل. لا يا شيخ تتشرط بعد، انت حظك الطلب اللي يجيك تنفذه. اوكي وهذه لك يا كفته يا ابو الكفاتي، الزبونه تقول تصويرك البطل. يلا. ايه سلامات، اعطيك مزور انا مثلا ولا وشو؟ حط طبخ باطل. وهذه لك يا شكش حق التصوير الكافي بعد. مساكم الله بالخير يا عيال. وش ذا الشغل يا ياسر؟ ليه وش فيه؟ استهبل انت وجهك؟ نطلع يدك كلها شعر في اعلان العطر؟ نكبتنا مع العميله مي ونكبتها مع اهلها، بالقوه حولت لنا الفلوس. الحين التصوير المي جارتنا في الاستراحه، كنت احس بالوحده ثانيه يا ابن الحلال. لا يا شيخ، وش يفرق يعني اذا المي ولا الغيرها؟ الشغل شغل ما لها دخل، خليك رجال ومركز ثاني مره يا درج. تعال. هذه 50 ريال، خصمت عليك 50 علشان ثاني مرة ما تفهي. خذ بوس دزها. يا ابوي شكله زعل. وش اسوي له؟ طويل واهبل، خله يركز في الشغل، انا في الشغل ما اعرف اخوي. انت معلم داري. اسف لاني احرجتك، وبيني وبينك ما جت على بالي. ايه انت احرجتني عند متابعيني يا غبي. احمد ربك اني رجعتها وقلت لهم ان اخوي هو اللي شرى العطر هديه وصور لي. طيب خذي. وش ذي؟ هذه 50 باقي لك 100 قيمه الاعلان اللي سواه عامر. سلامات 50 و100، انا معطي عامر هذا الاعلان 1000 ريال. مساء الخير. يا مساء النور. إيه وأقول لكم عزمتنا بكرة على العشاء. سلامات مي، إيش فيك؟ من ياسر ذا الملحوس لاحقني لين باب الاستراحة عشان يعتذر عن تصويري اليوم وهو يبي يعطيني 50 ريال. المهم ما علينا، مين اللي عزمتنا اليوم يا بيان؟ الجوهرة عزمتنا كلنا على العشاء بكرة. خلاص حلوين، بكرة نجتمع هنا بعد العشاء ونروح بسيارة واحدة. حلو. صبولة في جال عالي العال عقب الغضي لا تغسلونه، صبوا له فنجان عالي العال. قاعد تسوي انت؟ احس السياره وسخه فقلت انظفها. لا يا شيخ دايم تصل الصبح، وش معنى الحين وش عندك؟ صبح ولا ليل اهم شيء السياره تكون نظيفه. اقول راح اقلع. يلا يلا. حن الغريب ورجع لهله، أعود مع الغيم لحبابه، هب الهوى وقام يندهله، حي الشتا وحي ما جابه. أقبل أقبل وكنا على مهله. على وين يا الحبيب؟
البيت ترى فيه محارم. أقول خليك ساكت بس كمل شغلك. وين ماما؟ وين ماما؟ أقول احترمي نفسك، وترى أنا صاحب القصر هذا كله وزوج الجوهرة. معليش و أنا آسفة صدق، يعني قعدت غسل أنت يعني ما أدري والله. أنا آسفة صدق، آسفة. الحمد لله شفتم بعينكم عشان ما تلوموني إذا ما زرتكم من الاستراحة. والله ما لومك، هذا زين يخليك تتنفسين. معليش يعني انت مو بس قطعتينا، حتى سناب انقطعتي عنا من تزوجتي. كيف تبيني اصور وانا في البيت 24 ساعة؟ لا والبنات يكلموني ليش ما تصورين، وانا اتفشل ما اقدر ارد. بس هذه يبيلها عامر. من عامر؟ ياهو لك كم يوم زعلان ولا تجي الاستراحة ولا شيء. تبغى الصراحة، عامر من حقه يزعل. لا ترفس النعمة يا غبي، عامر ضحى وتعب وسهر الليالي، هو فرحتنا وسعادتنا. أخي أنت إنسان حسود. يا هطف أنت وياه، ماخذين مقرب في عامر. بعدين أنا ما جيت الاستراحة إلا لما دريت إنه هو مو موجود. أنا جاي أكب العشاء، اقرب أنت وياه واسمعوني وش بقولكم. هلا بزعول، أرسل لي شكش بالواتس إنك بالاستراحة وجيت أصلح اللي بيننا. أسكت، كان بيقول لنا قصة حلوة. وش قصته أنت؟ شخبارك عامر؟ أبشر بالعوض قدام العيال، جانا طلب تصوير من وحدة كاش الكاش اسمها الجوهرة، نبي نروح نتعشى ببلاش. سجل عندك واحد عشى بلوشي. مدري تحسين عادي أرسل لليوزر؟ يا بنت الحلال وش فيك خايفة؟ عادي كل البنات تعاملوا معه، وعادي إذا خلص تصوير غير الباسورد وانتهينا. زين بسوي تخصيص لزوجي وبعدين أرسل العامر اليوزر. ها صالح وين الحين؟ ادخل مع ثاني لفة يمين يجي المطعم على يمينك. يا ابوي ايش الحي الفخم هذا والسيارات الفخمة؟ احنا في افخم حي فيك يا رياض ولا ايه؟ اهدى اهدى ها، لا تصير خفيف. هذا طلبها تقول ابغى افخم مطعم بالرياض، وصالح ما قصر دبر لنا. ولا احد زنا طاولة باسم الجوهرة، افسقوا يا عيال. هذه هي ارسلت مرسل اليوزر حقها الخفيفة. حبيبتي وحشتيني. طلعت من البيت 12 صحن شاورما، 30 بروستد، 20 ششطو، 10 كباب، 22 حمص، 30 متبل، 3 بابا غنوج، كبنية عندكم 3، اوكي؟ يكفي كذا؟ يسد يا بي، الفاتورة وصلت حين حو 3000 ريال. قال يا شرم انفخ، قال ما من برطم، ايش دخلك انت ها؟ اسمع خلاص قفل الفاتورة وجيب لنا الطلب، يلا دزها. حاضر. دزها. حاضر. حاضر، اقول دزها. حاضر. مبسوط بعد، كنا هو اللي بياكل الطلب. اهلا وسهلا فندم، في حجز طاولة؟ لا لا ما عندي حد، إلا أبي طاولة الجوهرة. شايف حضرتك الطاولة اللي عليها الشباب دول؟ دي اللي حجز باسم الجوهرة. هذا أنت قلتها شباب، وين الجوهرة؟ ما أعرفش والله، ما أعرفش، ممكن تيجي بعد شوية، بس ده الحجز باسم الجوهرة يا فندم. شرفتنا يا فندم. أتحداك المقبلات البطلة، الحين يجي أحلى تصوير لعيون الجوهرة يا عيال. أنت تعرف الجوهرة؟ إيه، لا، أنت إيش دخل أمك؟ أنا زوجها يا بعدهم كلهم. يا سراجي بينهم. عطني من دنياك لحظة وترك الباقي لهم. وش في عامر؟ تأخر في التصوير. أول مرة أتسنى بأحد، بدخل أتأكد منه. حبيبتي وحشتيني. تعالوا شوفوا بنات وش مرسل لي زوجي اللي يموت فيني. أشوف وريني. الله كيوت. اي مره.
الثقافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. السلام عليكم. عليكم السلام. أبطل غدا وأنا موعد العيال بالاستراحة. بدري عندي الشغالة. يا ميري. ميري. نعم ماما. وين الغدا؟ أنا قايلت لك إنك تجهزينه الساعة 2:00. الحين 2:15. بس 5 دقايق خلص. والله دلعتوها، المفروض تلتزم بالوقت وتنضبط. وانت وش مالك عملك مساجل؟ وش عندك؟ لا بس عندي موعد مع اخوياي ومعطيهم كلمه، وتعرف انا كلمتي سيف. كلمتي سيف؟ اللي يسمعك يقول وعد من وكلاء وزاره. كيف تعوشك ان شاء الله يديم النعمه؟ اي والله انك صادق. الله يديم النعمه. ما تسمع الجرس؟ ورا ما تقوم تفتح الباب. ورا ما ميري تروح تفتح الباب. تبيها تغسل لك وتطبخ لك وتفتح الباب؟ انت مالك رجلين؟ كم افتح الباب انت؟ كم؟ سم سم ابشر. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول وين امك؟ في المدرسه. يعني وين بتكون؟ داخل بالبيت. أقول لها تكثر كلام معي؟ يلا روح نادها وقولها جارتك أم سلطان تبيك. يلا. سلامات، ليش تنفخين؟ ولا علشان معس فزعة؟ إيه أنا فزعة البادي جارد، راح نادى أمك لحطك براسي. يلا نادى أمك. يلا راح نادها. يلا اقعد يا القدحة، توزاية من حجاب والله قوية. عاد حداك يا بنك. دقيقة. مستعجلة مرة، باقي ساعات وطيارة الباريس تقلع، فقلت أجيب شغالتي عندك. يا حليلها طيبة وحنونة، قلت مالي غير جارتي وصديقتي أم عامر، هي اللي تقدر تشيل الموضوع عني. يعني خبرك، تذاكر وفيز وكل هذه خسائر أنا ما أقدر عليها الصراحة. بدر وش أقول لك، فاجأتيني. شوفي لها 10 سنين عندي ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفي وش حليلها، لها فم ياكل ما لها فم يتكلم، تحطينها على الجرح يبرى، اكرفيها مثل ما تبين. ها وش تبين اجيب لك من باريس بسرعه؟ ما ادري لو في جلابيات. جلابيات؟ شفتي جلابيات؟ ايش الله استغربت يا حبيبتي، هذه باريس. مالك مالك، خلي الهديه عندي، هديه وتستاهلك. استاذنك الحين لاني مره مستعجله. انا وصيك على ماما، ماما مره كويسه. مع السلامة. وبتجلس عندنا كم يوم لين ترجع أم سلطان من باريس. الله صرنا أغنياء خدامتين. يا حلالها ويا حلى ذهبها، شكلها كيوت. انت خيوت، انت فلة. الحين أم سلطان رايحة لباريس وكاش ومسوية زحمة، ما تقدر تشتري تذكرة شغالتها وتاخذها معها. حجيب والله، انت وش دخلك؟ هذه ضيفت عندنا لما تجي معزبتها، وبعدين شيء بلاش ربح بين. ليش كده؟ انا تاكل 5 دقيقة؟ انت جيب كلام جديد؟ يا هلالش، اذا شغلش كويس ما في خوف. أنا شكل أحسن من أنت، شبك كبير. أنا شبك كبير يا كتكوتة يا دلوعة. جوي الهوش المطعمة، تصدقون جوهم أحسن من شكوش وكفتة. خلاص خلاص ميري، ذي شغالة جارتنا أم سلطان، هي سافرت باريس وبتخليها عندنا كم يوم،
بعدين حنا ما نستغني عنك ولا عن طبخك اللي أتمنى عليه. شكرا ماما. عفوا ماما. يلا خذيها وديها فوق. أنا أروح مع هالأشكال؟ إيه روحي مع ذي الأشكال. إيش ذا النشبة؟ يلا يلا خذيها. يلا تعال. كل فيلم البطل هذا الغرفة أنا. وش هالغرفة هالصغيرة؟ أنا وين أنام؟ جيب فراس ونوم على الأرض. أنا نوم في الأرض؟ أنا نوم في السرير. أنت نوم في الأرض. لا 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 أنت نوم على الأرض. لا لا أنت نوم على الأرض. لا أنت نوم على الأرض. أقول لك أنت نوم على الأرض. لا أنت. أنت. لا أنت. 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 هنا. أنت. هنا. أنت. هنا. ما يبغى نوم على الأرض. لا يبغى شيء سرير أنا. ما في مشكلة ماري. ذي ضيفة عندنا. تجلس يومين ولا ثلاثة وبتمشي. أعطيها سريرك. لا. هذا سرير حق أنا. ما يبغى هذي كلام الثاني. هي نوم أرض. والأعجبت هو. أنتم منشوفين؟ منشوفين؟ كيف أنوم على الأرض؟ يجيب لي السرير ولا رجع بيتنا أنوم على سريري؟ وشلون تروحين بيتكم وعزبتك سافرت؟ وأنا ابتلشت فيكي؟ دقي على الهينة، الهين تدقين عليها. وش ذا البلشة؟ تقول رجعوني البيت؟ شو أسوي لها الحين؟ يا قو وجهها، تحمد ربها نظفينها. عامر، أبعطيك قروش، روح هالحين لأقرب محل أثاث واشتري لها سرير وجيبها بسرعة. سلامات يبا، لي سنتين أقول لكم سريري منكسر ومايل تقولوا لي بعدين بعدين، والحين يوم جد ذي على طول تقول له سرير جديد. تراها شغالة جارتنا أم سلطان ومخليتها أمانة عندنا، والحين مسوية مشكلة تقول أبي أرجع بيت الكفيلة. حنا وش دخلنا؟ سلاماتها ترجع. عامر أنا وش قلت؟ سم يبا، يجرونا أطلق سرير. سرير جديد؟ إيه سرير جديد كبير مو سمسم سرير أنت. ما علش ما في مشكلة. وش هالمطبخ؟ ما في حلويات كاكاو شيبسات؟ ما في حلاوة كاكاو وشيبسات هنا. روحي بخالة. ماري وين ايس كريم حقي؟ هذا خدعه ماما جنون. ممكن هي شيء. وخذت الايس كريم حقي المشفوحه. واذا اخذته عليها بالعافيه. لا تنسين انها ضيفتك عندنا. سأنا اقول كل يوم راسي يوجعني حلقي يوجعني ما ادري وش يوجعني. اسمعي عاد من اليوم ورايح الايس كريم ما يدخل بيتك. عجيب. انت ايش هذا خدامه انت؟ لا أنا شغل ميك اب ارتست وهذا خدامة أنا. أنا في شغل الكهرباء. سوي جولة؟ ندخل جولة وجهفلة من جولتين. جهفلة كرتي أبي. جل. Ah!
يا الله صباح خير. سامي يا ابو عامر وش فيك؟ وين ماري؟ لا جهزت حضوري ولا في بعد. غريبة، العادة من الساعة 6 الصبح وهي صاحية، والحين الساعة 10 وتوها منزلت؟ ما علينا، روح إلى المطبخ جهزي فطوري، خلي أخذ علاج السكر. أبشر أبشر أبشر. صباح الخير ماما. صباح النور. وين ميري؟ ميري نايمة، جالسة على جوال لين فجر. أقول لها نومي نومي، ما يسمع كلام، الله يهديها. يصير خير. أوف 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 أوف، وش ذا؟ هذا فطور فنادق. ذيرونا يا حليلها، خدتها مسنعة، صحت قبل هالخبلة ميري وجهزت ذا الفطور. ها إلى حين ما صحت ميري؟ توها صحت، لكن عطيتها كلام علشان ما تسهر مرة ثانية. غريبة، مو من عوايدها ميري. سمو سمو، أهم شيء الفطور زين. أتحداك الفطور البطل. عطني يد بلاي ستيشن. صحيح أنتي، ذي اللعبة صعبة. شجاعوة، أنا أعرف ألعبها، صرت أفوز. أعطيني بس أشوف، أعطيني. الله وريني. يا ميري ميري ميري. أيوة. سلامات، لي ساعة ناديس، ما تسمعين؟ أنا في مطبس وين مرقوق قدع. أم عاد مرقوق، أجل أبد، فليها وخذي راحتك. هذا غسيل وكوي، أبيها بكرة. أوكي. كفو. على والله أخلط أخلطهم. شي كفو يا روانا، لي أسبوع ألعب ضد ذا الفريق ولا فزت عليه، والأخير أنت تجين تفوزين عليه. إلا تخدمتنا بدل ميري والله. بس والله ميري عليها طبخ المخ. بس 10 دقيقة ماما. سمو سمو. وش ذا؟ مهبولة انتي، شو مسوية؟ ايش في؟ اوف اوف اوف، لا حد ياكل، الاكل مليان ملح. انتي وش مسوية؟ ما اسوي شاي. انقلعي انقلعي. الشغالة هذه بدها تمشي على ورا، كل ابطالها مسالبة، تبي تسفير؟ احس انها تتعمد، الحركات دي واضحة ومعروفة. رونا أطلق منها ورونا تلعب سوني. هم عاد تلعب سوني. ما أدري وش جاها، دايم تتعذر برونا والمشكلة في رونا. ورونا ما لها دخل، والمشكلة في ميري، شكلها تبغانا نسفرها. الله تنعس الصاعة، تقصلين تطبخين تنظفين، وش هالشغل ذا؟
ويقول أنا ما في كويس؟ أنت السبب أتعطيهم وجه. كم يعطون سرودة؟ 1500 ريال بس؟ 1500؟ أنا رد بألفين وشوي نص خلش. 2000 ريال؟ إيه 2000. ما أطبخ ولا قسيل بس أنظف، وفي ليل أدخل على تيك توك طلع فلوس أكثر. كيف أدخل تيك توك؟ كفتة ضحكنا معك؟ كفتة أي شيء سامج يضحك منه. مرة شفت كفتة يتابع فيلم رعب مرة يخوف وهو ما يضحك، وأنا نفس الفيلم ذا شفته يا أبوك يومين ما نمت. أنا جالسة أشوف تنتين بالتيك توك يقول له ده عامر، والله ضحكوني مرة. تستهبل، أم عادي قلدوني. ما أنت مصدق أنت وهو؟ هيا هيا تعالوا هيا. هل سامع الكفو تسوى ملايين؟ ورني. ولا السلايب ما منهم رجال، واللي ما خواش أرواهم مسكين. أوف 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 أوريه سميري ماخذ ثيابي. يعني ليش ابو عامر خرج كذا؟ يمكن هذه اللي تفت اسمها ميري اخته وزعل عشان اخذت ثيابه. نشف على شحم تكفى. ما عليك زول. ملايين ولا السلايب ما منهم رجع، واللي ما خواش ارواهم مسكين. انا اشهد انهم عاشوا في شجاع. نزل مع الكفو نسوى ملايين ولا السلايب ما منهم رجع ولا السلايب. عجيب والله، اعلموا ذا الجيل. يوه ما اقول لك على باريس وجمال باريس وحلاوه باريس، والله اشتهيت تكونين معي هناك. قولي لابو عامر يوديك هناك. وين وين يا ام سلطان؟ ابو عامر لو ودانا الشرقيه يجلس سنه يذكرنا فيها. ما عليه ما عليه. يوه نسيت هديتك في البيت. معليش سامحيني، المرة الجاية أجيبها لك لما أجيك، زين؟ أقول لمعامر، وشلون رونا معك؟ عسى ما تعبتك بس. تبين الصدق؟ الثنتين جننوني. شغالتي ما عاد بيها تجلس عندي ولا دقيقة، واحتمال أسفرها. رونا؟ وش مسوية يا مسودة الوجه؟ أنا ما أسوي شاي، أنا مسكينة. سكين! خلنا نوصل البيت ونصير خير. أقول معامر، يعني أنت أختي وصديقتي وأنا ما أرضى لك التعب والهم. وش رأيك لو كانت شغالتك متعبتك أخذها معي، يعني أنقلها على كفالتي ومشيها على العجين وما تلخبطها. أصلاً كذا كذا أنا محتاجة شغالة ثانية، أنت شايفة بيتي كبير مرة. خلاص أكلم أبو عامر. هاي أجل رحت باريس، جو باريس حلو، وأنت جالسة في البيت يا الكذابة. كذابة بعينك. نسيتي؟ نسيتي يوم أنا وإنتي مخططين وطابخين سوا؟ مرة حلو، حبيت. علميني طريقتك، حبيتها. ده طبخ ميري. ميري شغالة؟ هي شغالة. ما شاء الله تعرف كل شيء، قرصان، مرقوق، الرز البرياني والكبسة، كل شيء كل شيء تعرف. الحمد لله الله وفقني فيها. وتعطينا نفس الراتب؟ هي نفس الراتب. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يهنيك. والحين مين قدي؟ عندي شغالتين، شغالتي الغالية حبيبة قلبي اللي تفهم علي وهي طايرة، طبختي العمر ملكة زماني. يلا روح أشوف الحين الطبخ وش صار عليه. يا ميري يا المدرودة، خلص الأكل ولا لسه؟ 10 دقيقة أكل خلاص.